أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قالت اللجنة المالية النيابية إنها ستلزم الحكومة في بغداد ووزير المالية باستقطاع رواتب كردستان في حال لم يسلم واردات النفط المتفق عليها سلفا. أضافت اللجنة أنها عدت تقريرها بشأن عدم تسليم واردات النفط المتفق عليها مع كردستان إلى بغداد، ولكن التقرير لم يطرح بعد على طاولة البرلمان. أشارت اللجنة أن وزير المالية سيكون ملزما وفقا للتقرير بإيقاف منح الرواتب لكردستان بحال امتنع عن تسليم واردات النفط عبر شركة سومو لتسويق النفط. قالت السلطة الجمركية في مركز قصر الجنوبي بمحافظة البصرة إنها أعدت إصدار شحنة أدوات احتياطية للسيارات المخالفة للضوابط وتعليمات الاستيراد. أضافت الهيئة أن هذه الشحنة كانت محملة داخل حاوية بحمولة تقدر ب 997 كيلومتر، وقد تم إعادتها لأنها أدوات مستعملة غير مسموح باستيرادها. أعلنت هيئة النزاهة في العراق تفاصيل قرار الحكم الجديد الصادر بحق المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني سابقا. قالت هيئة أن دائرة التحقيقات أشارت إلى إقدام المدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني على إلحاق الضرر المتعمد بالمال العام نتيجة المخالفات التي ارتكبها بمنحه إحدى الشركات الأهلية قرضا قدره 40 مليار دينار، مشيرة إلى عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع الممنوح من أجله القرض، إضافة إلى عدم توفر ضمانات عقارية رغم ضخامة مبلغ القرض. اتهم النائب عن محافظة باب الفلاح الخفاجي وزارة الكهرباء بالتحايل على المواطنين من خلال تخفيض الفولتية لزيادة ساعات التجهيز. أضاف الخفاجي أن وزارة الكهرباء تتحايل علينا في المحافظة من خلال تخفيض فولت الكهرباء ما بين 170 إلى 180 فولت بدلا من 220 فولت بذريعة زيادة ساعات تجهيز الكهرباء. أشار النائب على أن هذه الفولتية تمنع أجهزة التبريد من العمل في محاولة من الوزارة لتقليل الجهد وزيادة الساعات. قالت لجنة الزراعة النيابية إن المنتج المحلي من البيض لا يحظى بأي دعم حكومي في ظل ارتفاع أسعاره. أشارت اللجنة إلى وجود اتفاق سابق بينها وبين وزارة الزراعة والمستثمر في العراق يقضي بمنع استيراد البيض لحماية المنتج المحلي، وأن يكون سعر صندوق البيض في حدود 45 ألف دينار، إلا أن الحكومة والمستثمرين أخلوا بالاتفاق ما أدى إلى وصول سعر صندوق البيض إلى 75 ألف دينار. تابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام الموجز الاقتصادي، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.